بالتالي انا صراحه انا شخصيا احيي كثيرا ومرارا لجنه الحكام بقياده عمر مهنا انهم يقدمون عمل وجهد جبار والله جد، وقدموا نماذج ايضا تحكيميه جيده ايجابيه، لكن ما زالوا يعانون من العقوبات. شوف لا زال يعانون من الشتائم تجيهم من كثير. اخرها صراحه معليش يا اخي، اخرها امس يعني حركه سحب الكاميرا من 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 رجل الامن، هذه بحد ذاتها قضيه. لا يمكن انه اي رئيس نادي يدخل بغض النظر عن قيمته امير ولا غير امير، لا يمكن انه يدخل ونشوف التصرف هذا. ما يصير فيه، ما يصير في قرار. كيف احمي الحكم انا؟ كيف هيئه نفسيا انه يحكم مباراه؟ ابو احمد بس في مناظر اخرى ما علقت عليها الحقيقه. كثير يعني ليش انت تركز على قضيه مباراه النصر وعلى اللي حدث امس؟ عطني لا انت تتذكر احداث كثيره يعني حادثه الاهلي. حادثه الاهلي نعم معلش لحظه نعم